الست ام يحيى كانت بتسال في مساله اذا الانسان يعني كانت هناك عليه ايمان كثيره وحنث في هذه الايمان، يعني القسم حلف على حاجات كتير ولم يبر ذلك، فايه الوضع بتاعه؟ الكفارات هتبقى على ما يتذكره الانسان صاحبه السؤال. فهو اذا فعل ذلك يتذكر كده، حاول يتذكر اللي عليه ويبدأ في التكفير عن كل يمين، فبرأت ذمته. هيكون ده بإطعام زي ما قلنا قبل كده 10 مساكين أو كسوة ال10 مساكين أو بإطعام ال10 مساكين، وإحنا قلنا ممكن نبقى ناخد بإخراج القيمة 30 جنيه للفقير الواحد. ولما يعجز الإنسان عما سبق يستطيع أنه هو يصوم يا صاحبة السؤال. بالنسبة للمسألة الثانية بتاعت حضرتك واللي هي الخاصة بيمين الطلاق، هو طبعا لو قال علي الطلاق فهو يمين. طيب أنت بتقولي أنه في أغلب أيمان الطلاق كان هناك أنه كان يقصد إيقاع الطلاق، وأنت كنت خالفتي أغلب هذه الأيمان اللي أقسم بيها عليك. فأنت في الحالة دي الوضع هنا لابد في الاتصال بدار الإفتاء المصرية عشان يبتدوا يحققوا مع هذا الزوج، والبحث في نية ذلك الزوج عند مسألة إيقاع يمين الطلاق صاحبة السؤال الست أم يحيى.